القاهرة للسلام، قمة مصرية عالمية في العاصمة الإدارية الجديدة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. تعالوا نتعرف على معلومات وآخر تفاصيل انعقاد هذه القمة اللي بتعقد في ظرف استثنائي دقيق جدا. معنا على الهواء زميلتنا ليلى عمر، مفادة القناة الأولى من مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة. صباح الخير عليك يا ليلى، وضعينا كده في المشهد لديك الاستعدادات ما قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام. صباح الخير محمد، صباح الخير جمانة. بالفعل أنا في مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام، هذه القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا قادة الدول العربية والأوروبية والمنظمات الدولية والأممية لحضورها. ومنذ الصباح الباكر بدأ وصول الوفود المشاركة في هذه القمة التي تنوعت ما بين وفود عربية مثل الوفود القطرية والبحرينية وأيضا الكويت والأردن، بالتأكيد الجانب الفلسطيني. وهناك وفود تمثل الجانب الأوروبي، تمثيل عالي ممثلين في وزراء خارجية وأيضا المنظمات الأممية والدولية على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. إذن مشاركة واسعة النطاق، وأيضا يتواجد وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجماعة الدول العربية، انتظارا لبدء جلسات هذه القمة والتي ستبدأ بعد قليل. هذه القمة محمد و جمانة كما نعلم جميعا تأتي في وقت حرج تمر به القضية الفلسطينية، ويتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مكثف، متمثل بالتأكيد في غارات جوية وقصف للعديد من الأحياء السكنية وأيضا لمنشآت هامة، كما تابعنا بالتأكيد القصف الذي وقع على مستشفى المعمداني وأدى إلى أكثر من 500 شهيد. هذه الأوضاع الإنسانية المتردية أيضا المتمثلة في نقص الإمدادات وعدم القدرة على وصول المساعدات عجلت بانعقاد هذه القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع ضمن أهدافها وأولوياتها الأولى كما ذكر وزير الخارجية سامح شكري تحقيق التهدئة وضمان وصول المساعدات إلى داخل قطاع غزة بشكل آمن ودائم ومستمر، مع فتح ممرات آمنة لوصول هذه المساعدات التي تتمثل بالتأكيد في مساعدات طبية، حيث نضبت في المستشفيات المختلفة في القطاع المهددة كل يوم بأن يتم قصفها وفقا لتهديدات إسرائيلية توجه مباشرة لإخلاء هذه المستشفيات كما تابعنا في الأخبار أمس، بالإضافة بالطبع إلى نقص الإمدادات الغذائية والماء في ظل حصار كامل أطبقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا الحصار المستمر الذي زادت وتيرته مع تصاعد هذا الصراع الذي يشهد تردي في الأوضاع الإنسانية. من ضمن الأهداف الأخرى أيضا هذه القمة الحديث عن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين وفقا لحدود عام 67، وذلك أيضا للوصول لحالة من الاستقرار والسلام وإجراء نوع من أنواع الحراك فيما يتعلق بالمفاوضات، لكن بالطبع بعد تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا التواجد الدولي سواء كان عربي أو أجنبي أممي من أجل أن يكون هناك صوت واحد يتحدث عن ضرورة أن توقف إسرائيل هذا الاعتداء الغاشم على أبناء قطاع غزة المدنيين العزل، وأن يتم إيصال المساعدات بشكل آمن إليهم، بالإضافة بالطبع لضحض الفكرة التي تروج لها إسرائيل المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وهو ما ترفضه كل من مصر وفلسطين والأردن بالطبع. فالفلسطينيين لهم وطنهم وهم يدافعون عنه بكل قوة وشجاعة، وكما نتابع عدد الشهداء الذي يتزايد يوما بعد يوم. إذن حالة من الاستعدادات القصوى يشهدها مقر انعقاد هذه القمة التي ننتظر حتى الآن توافد المزيد من المشاركين فيها، لم يكتمل وصول الجميع إلى الآن، لكن نحن في انتظار وصول باقي المشاركين وباقي الوفود وأن تبدأ الجلسة الأولى في هذه القمة بمشاركة بالتأكيد واسعة دعما للقضية الفلسطينية وللحالة الإنسانية لأبناء قطاع غزة. إليكم مرة أخرى. نشكرك ليلى عمر طبعا جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة.